عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات آخر العنقود. احنا فين؟ في سوق الخميس المطرية. هنصور لكم دلوقتي ملابس انا عن نفسي جبت لعيالي منها، بس قلت برضه اصورها لكم بالنسبة للناس اللي بتنزل السوق لو حابة تجيب لعيالها. تمام، مع بعض. احنا دلوقتي عند مسجد، قلت لي ايه؟ مسجد الفاروق عمر. قدامه دلوقتي الفرشة. الفرشة بتاعت مين؟ الفرشة بتاعت مين؟ فرشة الباجور المولع اسمه حسين. انا ما اعرفش الباجور المولع، بس خلينا بشيل وراهم لغايه الاخر عشان الحاجه اللي عندهم بجد جميله جدا، بالذات الاطفال. احنا هنبدا بالجواكت دي بكام؟ الجواكت بكام؟ بصوا في حاجات رجالي، حاجات رجالي هنا اهي، واولادي وده محير. ب 75 جنيه، أي شيرت ب 75 جنيه، الشاكي ده ب 175 جنيه، ب 175 جنيه، أي شاكي ب 175 جنيه مستورد ده، مبطل من جوه، مبطل من جوه ده، ده المستورد ب 125 جنيه، ب 175 جنيه، ده المستورد، أهو ب 175 جنيه، كبير؟ ما شاء الله، أيوة بابا سيت كبير لحد 7 إكس موجود، ما شاء الله، اللهم بارك. ب 175 ده 175 ده 175 حلو اسود، ده 175 حلو. وتنزل يا اولاد ال 125 جنيه على فكره، ممكن اخد منه واحد شيك قوي الاسود ده، يعني انا والله بسال وخلاص كده. بس بصوا مبطن هنا ايه قطيف، والتاني كان فرو. ده مقاس كام ده؟ ده مقاس 3 اكس، بس 3 اكس مكتوب عليه، لكن في الحقيقه ما يديش 3 اكس اهو، يعني في الحقيقه ممكن يدي اكس لارج 2 اكس. ده ب 175 جنيه. نيجي بقى عند الحريمي، يلا يا مريم، عنده حاجات باللكاس بتاعتها، بالتيكيتات وحاجات تلاقيها في الازهر والعتبه معديه. بصوا بصوا الجمال ده، ده ترنج. بصوا من هنا في ترتر كده اهي. ده بكام الترنجات دي؟ ايه يابا دي ب 200 يابا، دي ب 200 ولا اي حاجه هي لها سعر؟ كل اللي هنا ب 200؟ ده ب 200، ده قمر، ده ب 200 جنيه. بصوا الاشكال بقى ما شاء الله، موديلات، بس موديلات ايه دي؟ موديلات السنه متهيألي، ما شاء الله اللهم بارك، اشكالها حلوه قوي. بلدي. بلدي انا؟ لا الموديلات يعني؟ طب ايه اللي مستورد طيب؟ المستورد ده على الخامة. في حاجة مفتوحة منهم؟ طب نوريها لهم؟ نفتح ايه؟ المستورد نفتح اهو، افتح لي المقلم ده، انا شايفاه مقلم في الصورة، عايز اعرف هو ايه. هو ده اللي هيفتحه لنا. بصوا مقلم ازاي؟ واو ده قطيفة ما شاء الله. اه ما شاء الله ده قطيفة. بصوا يا بنات جميل قوي. ده ب 200 جنيه وبأستك من تحت اهو. لا مش هقول لحد، مش هقول لحد، انا هقول لمتابعين بس. سامعين؟ هقول لمتابعيني بس. وريه البنطلون، امسكوا كده البنطلون. ده مقاسات بقى ولا سانس وان سايز؟ مقاسات حلوه قوي، مقاسات يعني انتوا شايفينه اهو بعد ما فتحوا لنا. تعالوا بقى نشوفوه على الرسمه. من اكس لارج لحد 4 اكس، من اكس لارج لحد 4 اكس. هو ده بس دوت نص ونص، اللي هو كان ماسكه لنا مش نص ونص، شكل تاني. بس والله العظيم قمر ب 200 جنيه قطيفه. بصوا الجمال ما شاء الله، جميل قوي ده. في حاجه تانية على فكره يا جماعه، في هنا بيجيب حاجات عرايسي قمصان بروابها وحاجات مختلفه، وكل حاجه بكيسها، وكل كيس عليه الرسمه بتاعه الطقم. طب ايه ده؟ امسك كده، ده مفتوح، ده تلات قطع ما شاء الله. ده بناتي محير، اسمها بناتي محير، ايه نسواني دي؟ ده بنطلونه، ده التيشيرت، التيشيرت قطيفه، السويت شيرت فارو، البنطلون قطيفه. التلاتة او معلك لوك، والتلاتة يبقوا بكام؟ او الاربعة اخره 200 جنيه الاربعة. سامعين؟ اخره 200 جنيه الاربعة، اربعة كده لو مكتوب على التيكت اتش ام. بصوا، والمفروض ان هو معلك لوك. دي بقى مختلفة، دي مختلفة. ده التيشيرت بتاعه بيبقى اسود وعليه رسمة كده وقطيف، والبنطلون بتاعه قطيف، وده السويتشيرت بتاعه اللي هو الفارو، وده شكله ب 200 جنيه. واديني قلت لكم العنوان. حلو قوي دي عرايسي، جميله.
ما شاء الله جميلة دي عرايسة قوي، جميلة جدا. بص بقى كل ده ب 200 جنيه تقعدي كده ايه تدوري زي ما انا بدور لغاية دلوقتي احنا ما وصلنا. انا مش ببهدل، هي بتورينا ادم وقعت خامتها مختلفة، ما فيش الصورة بتاعتها. فين الصورة بتاعتها؟ طيب ملهاش صورة ومحطوطة في كذا كيس. الصورة بتاعت دي اهو، ده قميص بالروب بتاعه برضو ب 200 جنيه يا احمد. اهو في كذا لون منه، في اللون الكشمير وفي اللون النبيتي. ده كده ب 200 جنيه. تعالوا بقى نروح للجزء التاني، ده جلاليب بيتي قطيفة نفس الشكل اللي على الصورة هتلاقيها عنده. برضو الجلاليب هنا بكام؟ ب 200 يابا، ب 200. بصوا 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 ترنجات مستوردة كله ب 200 جنيه. انا جبت منه والله البنت السنه اللي فاتت كام ترنج، والسنه دي بقى جبت لابني ده ب 200 جنيه. بصوا اشكال الجلاليب، كل الرسومات اللي على الصور دي هتلاقيها هي اللي في الشنط. كل ده كده ب 200 جنيه. بصوا شايفين القمر دي اللي فيها ترتر، دي فيها ترتر اهي وب 200 جنيه. بصوا دي قمر، دي قطيفة، لا دي ملك او الخامة الناعمة. بصوا الشكل بتاع الصدر حلو قوي. كل دي كده ب 200 جنيه. والدفايات عندك بكام؟ المستوردة ب 75 جنيه. المستوردة دي يابا ب 75 جنيه المستوردة دي يابا. حلو استنوا نشوف وبره جوه وبره. بصوا وبره جوه وبره مستورده اهي يابا 75 جنيه مستورده 75 جنيه. لا حلوه بس مقاس صغير، مقاس 10 سنين. اه مقاس 10 سنين ومقاس 12 سنه، 10 و12 سنه ب 75 جنيه. دي وبره جوه وبره جلاليب قطيفه ب 125. طب لا دي كبيره اهي، ما دي كبيره اهي بس قصه كده وبزراير وب 125 جنيه، وقطيفه ب 125 جنيه. ها ماشي، الناس اللي بتروح العتبه تيجي هنا تجيب احلى شغل وتبيع، والناس اللي بتاعت الاقاليم اللي تنزل وتجيب من العتبه الشغل ده ب 125 جنيه. بصوا القمر ده ب 125 جنيه، جلابيه قطيفه تقيله محمله ب 125 جنيه. كل الكومه دي تتنقي منها، عنده حاجات بالشنط بتاعتها. الناس اللي عندها محلات وعايزه تعرض فيها تيجي تاخد من عنده اهي ب 125. ب 125 جنيه. في مقاسات على فكره، في مقاسات مختلفة زي ما انت عاوزة. ايه الفرو ده؟ الفرو ده ايه؟ ده طقم اهو. دي سلوبيتا. ترنج. سلوبيتا نصين؟ سلوبيتا. اه سلوبيتا نصين، انا شايفة ببنطلون وبحسبه سويتشيرت. لا سلوبيتا ب 125 جنيه. ب 125 جنيه؟ اه سلوبيتا دي ب 125. ب 125 جنيه. ب 125 جنيه. عند الكراهات ايه؟ اه ترنجات الكراهات دي. جميلة قوي الترنجات دي. بجامة بقى مش قلت ترنجات. 125 جنيه. كراهات ايه 125 جنيه؟ ادي الكراهات 125. لهو على الجمال يا ربي. ايه ده؟ ب 125 جنيه بجامة كراهات. ب 125 جنيه. بس القماشة بتاعتها ما بتتمطش. متر القطن ده. ما بتتمطش فخلي بالك تجيبي مقاس 10 سنين. ما بتتمطش الخامة دي وميديم. هي معاها دي ولا دي ستايل تاني؟ لا دي جامة تانية ب 125 جنيه اهي برضه. ب 125 جنيه. اي بجامة ب 125 جنيه. حلوة برضه. مقاسات من لارج واكس لارج. ب 125 جنيه. حلوة قوي. ب 125 جنيه يلا. بص بقى اللي انا جبته لابني من ده. الترنجات الاولاد اهي ب 125 جنيه. انا جبته لابني من ده. بص القمر ده. 125 جنيه الترنج ده. 125 جنيه. بص تحفة، انا جبت له الاحمر ده. ده 125 جنيه. جبت له الاحمر دوت وجبت له اللي بنطلونه ساده هو ده. اهو جبت له الاثنين دول. ربنا يبارك فيه يا رب ويتهنى بيهم. اهو الوان كتيرة جدا ب 125 جنيه ثلاث قطع. يعني انا عجبني الاستار. بصوا على الحقيقه، على الحقيقه اهو السويتشيرت يتلبس لوحده. بصوا السويتشيرت يتلبس لوحده. الرواب اللي الطقم ده جنب اختك هناك اهي. يابا ب 200. احنا وريهم بقى الحقيقه، احنا وريناهم الصوره. نوريهم بقى على الحقيقه الظهر ده بتاع الفيست اللي هو ايه القط، وده الوش عليه نسر، وده البنطلون. حاجه كده تحفه. انا جبت له الاحمر، احمر يبقى حلو كده اولادي حلو، هو لسه صغير يعني. ده جميل قوي. جبت له ده عجبني قوي ده.
ده كده تبص عليه كده مقاس 8 ومقاس 10 ومقاس 12 ب 125 جنيه. دي الفرشه بتاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. يا ريت تحط لايك وسبسكرايب للقناه اول مره تشوفي قناتي ليوصلك كل جديد. فعلي الجرس للكل.